Hello everyone, how are you? أهلا بكم أعزائي في درسنا لهذا اليوم Unit 6 Lesson 4 on page 80 and 81. Our lesson today is about Fun City, مدينة الألعاب. لاحظوا العنوان At Fun City, في مدينة المرح أو مدينة الألعاب. Read about Fun City, اقرأ عن مدينة المرح. We went on holiday to Erbil. نحن ذهبنا في عطلة إلى أربيل, مدينة أربيل في شمال العراق. My favorite day was at Fun City. يوم المفضل كان في مدينة الألعاب. Look at all the fun rides there were. انظر إلى جميع سباقات المرح التي كانت هناك. Can you guess the names? هل تستطيع تخمين الأسماء؟ لاحظوا هنا في داخل المربعات موجودة بعض أسماء الألعاب. خلونا نتعرف على أسماء بقية الألعاب on page 81 في صفحة 81. من بعدها نرجع نكتب هذه الأسماء في المربعات اللي تناسب كل صورة. Number 1, roller coaster, القطار السريع. 2, tunnel, النفق. 3, bumper cars, تصادم السيارات. 4, merry go round, الحصان الخشبي. 5, super slide, الزحليقة. 6, karting, سباق السيارات. 7, big wheel, دولاب الهواء. 8, super swing, الأرجوحة. 9, clowns, المهرجون. 10, train, train, القطار. لاحظوا في الأعلى, what can you see at Fun City, ماذا تستطيع أن ترى في مدينة الألعاب أو مدينة المرح. Write yes or no, اكتب yes or no. Write the names next to the pictures on page 80. اكتب الأسماء بجانب الصور في صفحة 80. لاحظوا أعزائي, كتبنا كل لعبة مقابل كل صورة خاصة بهذه الألعاب. بعد ما أكملنا كتابة أسماء الألعاب مقابل كل صورة في صفحة 80, الآن راح نحل هذا التمرين. قلنا What can you see at Fun City, ماذا تستطيع أن ترى إذا كان الشيء موجود. Write yes, وإذا كان هذه اللعبة ما موجودة نكتب no. Number 1, roller coaster, القطار السريع, موجود أو لا؟ موجود, نكتب كلمة yes في الفراغ. Number 2, tunnel, تنل, لاحظتوا في مدينة المرح موجود النفق؟ ما موجود, إذا نكتب no. 3, bumper cars, لعبة تصادم السيارات موجودة, هذه أيضا محلول هذه النقطة yes. 4, merry go round, أيضا موجودة هذه اللعبة, نكتب yes موجودة. 5, super slide, الزحليقة أيضا موجودة, write yes, نكتب yes. 6, karting, karting أيضا موجودة, مكتوب أو محلولة هذه النقطة. 7, big wheel, big wheel, العجلة الدوارة أو دولاب الهواء, أيضا موجودة, نكتب كلمة yes. 8, super swing, الأرجوحة أيضا موجودة, write yes. 9, clowns, clowns, المهرجين أيضا موجودة, write yes. 10, train, train, القطار, القطار موجود, no, so write no, ما موجود القطار. لاحظوا في الأسفل ask and answer, اسأل وأجب. راح نستخدم صيغة would you like. would you like معناها هل ترغب أو هل تحب.
لكن تكون عندنا بثلاث صيغ، كل صيغة تناسب اسم اللعبة أو هذا الشيء المعين. مثلا نبدي بالصيغة الأولى، Would you like to go on there؟ هل ترغب في الذهاب إلى أو على بامبر كارز؟ هذه أسماء الألعاب اللي ممكن يذهب إلها الشخص. إذا كان الإجابة بالإثبات، يعني مثلا يحب هذه اللعبة، نستخدم صيغة الجواب Yes I would، وإذا كانت بالنفي No I wouldn't. لاحظوا هذا الأمثلة، مثلا المثال الثاني Would you like to go on the big wheel؟ هل ترغب في الذهاب إلى لعبة دولاب الهواء؟ الإجابة مثلا No I wouldn't، لا أنا لا أرغب. أو بصيغة Would you like to go؟ هل ترغب في الذهاب إلى كارتينج؟ كارتينج لعبة سباق السيارات. لاحظوا الإجابة Yes I love going fast، نعم أنا أحب الذهاب بسرعة. أما الصيغة الأخيرة اللي باللون الأخضر Would you like to see؟ هل ترغب في رؤية the clowns؟ المهرجين؟ لاحظوا الإجابة No I don't like them، لا أنا لا أحبهم. إلى هنا أعزائي انتهى درسنا لهذا اليوم، ألتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله.